لن يتم إقالة أي موظف أو الاستغناء عن خدمات أحد في الميدان التربوي بعد إطلاق مشروع مدارس الأجيال. هذا ما أكدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في بيان لها اليوم. وأكدت المؤسسة أن طبيعة المشروع تحتتم وجود بعض التنقلات بين بعض المعلمين بما يتناسب مع متطلبات المشروع الجديدة وأهدافه، مؤكدة أن هذه التنقلات لن تؤثر على العاملين في الكادرين التعليمي والإداري التابع للمؤسسة، حيث سيستمر تدريس عدد من المعلمين للمناهج الدراسية الوطنية، وسيكون لمعلمين آخرين نفس الدور في تدريس المواد التعليمية في مدارس أخرى وسد الشواغر ودعم الفريق التعليمي دون أي تأثير أو ضرر عليهم أو على وضعهم الوظيفي. وأكدت المؤسسة أن حقوق العاملين محفوظة بالكامل ولا يوجد أي تأثير أو ضرر على العاملين في الكادر التعليمي والإداري، فيما أشارت إلى أنه لن يتم إقالة أي موظف أو الاستغناء عن خدمات أحد، كما شددت المؤسسة على أنها تبذل قصارى جهدها لتلبية متطلبات جميع العاملين والحرص على مصالحهم، مؤكدة أنه لن يكون هناك متضرر من هذا المشروع الوطني الهام لأجيال المستقبل. وأشارت المؤسسة إلى أنها وفرت خطا ساخن وهو 800-37-322 للرد على الاستفسارات، ويمكن للراغبين الاتصال للحصول على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع.